بشارة خليل الخوري رأس الاستقلال من بلدة رشمية بقضاء علي. ولد سنة 1890 وتوفي نهاية سنة 1963. حصل على شهادة الحقوق من جامعة القديس يوسف اليسوعية ببيروت وتدرج بمكتب المحامي أميل إدة اللي صار رئيس الجمهورية. اشتغل بمهنة المحاماة بمصر بعد ما غادر لبنان سنة 1915. سنة 1919 رجع الوطن بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانسحاب الجيش العثماني من لبنان. عين أمين عام للمجلس الإداري وتولى رئاسة المحكمة المدنية. تولى بشارة الخوري مرتين رئاسة الحكومة أيام الانتداب الفرنسي من 5 أيار 1927 حتى 10 آب 1928 ومن 19 أيار حتى 11 آب 1929. سنة 1930 انتخب نقيب للمحامين، وسنة 1932 أسس حزب الكتلة الدستورية وجدده سنة 1937. انتخب رئيس الجمهورية اللبنانية ب 12 أيلول 1943 وامتدت فترة رئاسته الأولى بعهد الانتداب حتى 11 تشرين الثاني 1943. اعتقل بقلعة رشية مع الرئيس رياض الصلح وبعض الوزراء والنواب، وخرج من الاعتقال بعد ثورة شعبية وطنية ب 22 تشرين الثاني سنة 1943 اللي صار رسمياً عيد الاستقلال اللبناني. ب 22 تشرين الثاني 1943 بدأت فترة رئاسته الاستقلالية الأولى واللي كان مفروض تنتهي سنة 1949، ولكن جرت انتخابات سنة 1947 الشهيرة واللي أوصلت للمجلس النيابي أكترية نيابية موالية إلو، عدلت الدستور وسمحت له يجدد ولايته لست سنين تانية. بعدما عمت التظاهرات ببيروت والمدن اللبنانية بربيع وصيف 1952 وقدرت الجبهة الاشتراكية وقتها تسكر بيروت مدة 3 أيام وتعلن الإضراب العام والشامل ب 16 أيلول، قدم بشارة الخوري استقالته ب 18 أيلول حتى ما يهرق ولا نقطة دم، واستدعى قائد الجيش الجنرال فؤاد شاب وسلمه مسؤولية الحكم وغادر القصر. ترك الرئاسة وأمضى بقية أيامه ببيته بالكسليك وكتب مذكراته بثلاث أجزاء بعنوان حقائق لبنانية مع مجموعة من خطاباته ورسائله للمغتربين وكتاب قانون الموجبات والعقود، وبيبقى بشارة الخوري نقطة بيضة بتاريخ لبنان الحديث رغم ما اعترض حكمه من أخطاء وكان قادر يتحشيها تتبقى فترة تولي الرئاسة ناصعة وصافية.